أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تفقده العديد من المصانع بمدينتي العاشر من رمضان والعبور يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص. الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي داخلة هي تعي تماماً هي بتحط استثماراتها فين، واللي حضراتكم شفناه النهاردة يا إما استثمارات جديدة خالص زي المصنعين اللي تفقدناهم في بداية الجولة في العاشر اللي هم مصنع هاير الصيني ومصنع بيكو التركي، ودول على فكرة من المشروعات اللي خدت رخصة ذهبية وفي خلال أقل من 6 شهور حضراتكم شفتوا المصنع طلع وبيتكلموا على بدء الإنتاج في شهر فبراير ومارس الجاي، يعني في أقل من سنة المصنع هيكون بيشتغل وبينتج وبيصدر، وبيتكلموا الاتنين على حاجة مهمة جدا، هو مش واخد مصر علشان يعمل مصنع لمصر، ده بيعمل مركز إقليمي لمنتجاته تخدم على الشرق الأوسط وأفريقيا كلها، وده ما كانش ممكن يتحقق إلا إذا كانت الدولة مركزة معاهم، بتذلل لهم الصعوبات، بتطلع رخصة، بتابع على مستوى أسبوعي مع السادة الوزراء ورؤساء هيئة الاستثمار والجهات موقف تنفيذهم على الأرض، وهم ده اللي بيقولوه. بيقولوا لولا اللي احنا خدناه من دعم من الدولة المصرية مش ممكن ان احنا كنا نخلص بالسرعة دي، وبقينا بنتكلم معاهم على منتجات جديدة. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد عددا من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، وخلال افتتاح مصنع جمجوم فارما مصر للصناعات الدوائية كان مدبولي قال أكد مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة بخاصة الصناعات الدوائية الحديثة. نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المؤتمر السنوي لمنظمة آيكات في دورته 28 الذي ينعقد بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بمخزون السمكي ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطي والبحر المتوسط. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات والعمل على استدامتها. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط منتعشة من أدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأمريكية على بعض شاحني النفط الروسي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل نحو 4.1% إلى $80.61 للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.1% ليصل إلى $75.89، وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.17% ليسجل $2.07 للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.33% لتسجل $2.96 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.